النهارده ان شاء الله هنشوف مهارات جديده، والحقيقه هي في منهم جديد عليا انا شخصيا، لكن تلبيه لطلبات حضراتكم من خلال الصفحه الشخصيه شيف عظيمه حمدي. وبشكركم على حسن المتابعه ليا من خلال قناه الاهلي، شكرا لحضراتكم جدا. امبارح احنا عملنا الحلقه كانت بناء على طلب حضراتكم، النهارده كمان الحلقه بناء على طلب حضراتكم، فيها كل الوصفات اللي طلبتوها، كل الوصفات الخاصه بالفول المدشوش. النهارده ان شاء الله تكون حلقه فيها كل الوصفات دي بشكل بسيط لكمان اصدقائنا، لو في حد نباتي وحد بيحب الوصفات دي، الوصفات القديمه الجميله، ان شاء الله اتمنى اعملها مع حضراتكم بطريقه بسيطه وتعجب حضراتكم. هنقول بسم الله وهنبدا. اول وصفه عندنا البصاره. البصاره من الوصفات الحلوه جدا، في ناس كتير جدا بتحبها، وفي ناس يمكن شويه ملهاش فيها قوي، لكن الحقيقه هي فيها نسبه خضروات حلوه قوي، فيها نسبه فيتامينز كويسه. خلينا كده نقول ايه، نقول مقاديرها مع بعض واحنا شغالين نحكي عنها. طيب طبعا طبعا انا عارفه اللي بتقولي ده يا راني، اكيد مبسوطين جدا انا عارفه. طيب البصاره عندنا ربع كيلو من الفول المدشوش، طبعا لازم يكون منقوع من قبل بليله، انا بقول ربع كيلو بالظبط بعد ما يكون يعني نفش واتنقع وتمام. عندي كوبايه من البقدونس، من الكزبره الخضراء، انا مش بضيف شبت للبصاره، لكن لو حضراتكم عايزين تضيفوا ضيفوا، هي الحقيقه بيبقى طعمها هنا مختلف شويه. طيب عندي بصلتين، وعندي حوالي 6 ل 7 8 فصوص ثوم، لتر من الميه، 250 جرام دول بالوزن عليهم لتر ميه مظبوطين، هتطلع جميلة وقوامها مظبوط جدا. طيب قرن فلفل حار، وعندي معلقة كبيرة من النعناع، معلقة كبيرة من الكزبرة الجافة، ملح وفلفل، رشة بسيطة من الكمون، رشة بسيطة ما بنزودش في الكمون قوي. اللي عايز يضيف نعناع فريش يحط نعناع فريش، مفيش أي مشكلة خالص. هي الحقيقة الوصفة دي وصفة جميلة وكمان مفيدة. طيب خلينا كده البس الجلافز وابدا مع حضراتكم. هنبدا اول حاجه انا قلت لحضراتكم فيها، هي ان احنا ننقع الفول. الفول لازم يتنقع كويس طبعا، لو في حاجه كده ولا كده بنشيلها. عايزين بقى نمنع منه مثلا انه يبقى يؤذي القولون، بنحط نص معلقه صغيره من بيكربونات الصودا مع النقع بتاعه الفول، علشان يبقى الفول نفش وخد وقته وما ياخدش وقت في التسويه على النار. طبعا انا هحط الاول كل المكونات الجافه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما اضيف الميه هصفي كده من الميه. هنحط ربع كيلو من الفول. بسم الله الرحمن الرحيم كده، وهنجيب فوقهم الخضره اللي احنا عايزينها. طبعا دي ترجع لحضراتكم، عايزين تحطوا ثلاث انواع، الشبت، البقدونس، الكزبره، ماشي. انا الحقيقه جربتها بالبقدونس والكزبره رائعه، ما بحطش الشبت فيها، جربوها ان شاء الله تعجبكم. بحب احط نعناع فريش كمان لانه بيديها طعم كده ونكهه جميله جدا. وعندي فصوص الثوم. عايزه اقول لكم ان البصاره دي اصلها فرعوني، ما هياش اي حاجه يعني، وكان اسمها بيسورو. حط كده الفلفل الحار، كان معناها ايه بقى؟ معناها عندهم انها الفول المطبوخ، وكان الكنعانيين في الوقت ده بيعملوها، بس بيحطوا على الفول المدشوش ده عدس اصفر، حط رشه كمون وملوخيه، تخيلوا بيحطوا الملوخيه كمان. ودي بقى اصل الايه، البصاره، اذا حضراتكم ما كنتوش عارفينها. طبعا هاخد كده رشه من الملح، لازم معلقه، انا طبعا هظبط الملح اكيد في المرحله الثانيه. ربع معلقه من الفلفل، حاطه فلفل حار اللي هو قرن فلفل يعني، ولو مش عايزين حار بلاش يعني، ما تضايقوش منه. انا حطيت خلاص كل كده الحاجات، الفول، البصل، الثوم، الخضره، النعناع، كل الفلفل الحار، حطيت نعناع فريش، اللي عايز يدعم بنعناع جاف مفيش مشكله. وبعدين هبدا احط كده لتر من الميه، انا طبعا هحط هنا لتر من الميه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اهي، وهنبدا نسيبها بقى على النار، هنقلبها تقليبه. بسم الله الرحمن الرحيم.
كده. ومعانا زينة. يا أهلا يا زينة. يا زينة حبيبتي، ازاي حضرتك؟ يا أحلى وأجمل ضيف عظيمة في الدنيا دي كلها. يا روح قلبي، أنتي أحلى زينة في الحياة كلها. الجمال والقمر والسياكة والحلاوة دي. عامل إيه طيب؟ أنا كويسة. أنتي وحشتيني، ما كلمتنيش إمبارح ليه؟ كنتي فين إمبارح؟ معلش، أصل أنا كنت في الحضانة. يا روح قلبي، يا روح قلبي. طيب خلاص أنا مسامحاكي، أنا بس أنتي وحشتيني وأنا كان نفسي أسمع صوتك. نفسي، انا نفسي اشوف حضرتك جدا، وان شاء الله باذن الله نكسب النهارده. انت شفتي ان انا عرضت صورك امبارح؟ كلنا شفناها على فكره، شفنا قد ايه انت جميله، وشفنا وصفاتك الحلوه، وشفنا الكراب. أيوة. اللي انت عملتيه القمر ده، شفنا كل الحاجات الحلوه اللي انت عاملاها. ايوه شفته لما رجعت. حبيبه قلبي، يا نور عينيا، ان شاء الله. وانا مبسوطه جدا جدا جدا. ايوه، وعاوز اقول لحضرتك. ايوه قوليلي. وعاوز اقول لحضرتك ان ماما عندها نفس المجد بتاع حضرتك. يا روح قلبي، يا خبر، سلمي على ماما كتير كتير جدا، وان شاء الله المره الجايه بقى مش هشوفك في الصور، هشوفك في الحقيقه. حاضر ان شاء الله يا رب. حبيبتي انا بحبك قوي. باي 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 يا روح قلبي، ربنا يحفظك حبيبتي يا رب. ترسي يا زينه. طيب احنا كده حطينا البصاره، هنسيبها بقى هنا تغلي، هزود النار شويه. ما بتاخدش وقت كتير على النار، يعني ايه الوقت بتاعها لحد ما يستوي الفول ده ويبقى تمام، والخضره خلاص تستوي هي كمان. طيب بصوا دي كده البصاره، هنشوف بقى بعد ما بتستوي بتطلع بتبقى عامله كده، بتاخد الشكل ده. واحنا بقى بنشوف البصاره دي، نكلم معانا ام اسلام. يا صباح الفل. يا صباح الهنا. مني انا. الو. ايوه يا حبيبه قلبي. يا حبيبه قلبي، عامله ايه يا روح؟ والله عامله ايه يا حبيبتي؟ انا عاملين بساره النهارده وشويه الحمد لله. انت عامله ايه؟ وصفات. انت عامله ايه يا روح؟ الحمد لله يا حبيبتي، احلى اكله والله عظيمه. والله انا بحبها جدا، ما كنتش بحبها زمان بس بقيت احبها لما كبرت. لا هي حلوه فعلا، مفيده. بصي حبيبتي، انا كنت عايزه اقول لك النهارده ان احنا كلنا بنتمنى الفوز للنادي الاهلي. يا رب امين. يا رب كده الفوز ليه دايما على طول ان شاء الله باذن الله. وكلنا بندعي له بامر الله ان شاء الله. يا رب يا رب. وعايزه اقول لك ان انا عايزه اقدم تهنئه بالنجاح. اتفضلي يا روح. اولا عايزه اقدم تهنئه لاولادك حبيبتي. تسلمي يا روح قلبي، كلك ذوق والله. واقول لهم الف مبروك. الله يخليك يا حبيبتي، واقول لهم الف مبروك بنجاحهم. الله يخليك. وعايزه اقول برضو اقدم تهنئه نجاح لريتاز محمد نبيل، واقول لها مبروك يا ريتاز. الف مبروك يا ريتاز. وعايزه اقول ياسين محمد صفوت برضو. ايوه. وياسين برضو محمد صفوت، واقول له مبروك بالنجاح برضو. الف مبروك يا ياسين. وعايزه اقول لسولا وياسين الف مليون مبروك. واحلى بوسه ليهم. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا، بساتك العافيه، تسلمي لي يا روح قلبي، كلك ذوق. والف مبروك لريتاج ولياسين، وعقبال ما نبارك لاسلام ان شاء الله بقى يعني الجواز ان شاء الله. بشكركم جدا، وكل يا رب الدعوات الحلوه دي تبقى من نصيب النادي الاهلي النهارده باذن الله، وربنا يوفقهم جميعا. بصوا بقى، انا طبعا بسيبها تهدى شويه، لو الخلاط بلاستيك ما بحاول يعني بلاش نضغط عليه في الحراره، لو ازاز تمام هنحط الخليط وهو سخن. فانا بعد ما غليت استوى الفول زي ما حضراتكم شايفينه، بالخضره بقى اللون اختلف وغمق شكله كده، لان خلاص الخضره استوت فلونها اكيد بيتغير. وخدت الخليط كله زي ما حضراتكم شفتوا، هضربه في الخلاط. شوفوا بقى نسبة المية على المقدار بتاع الفول، مظبوطة جدا ان شاء الله يطلع السمك بتاعها كمان مظبوط. بسم الله. بضربها بقى كده، بصوا بتطلع جميله جدا. بسم الله. هرجع تاني اصبها في نفس الحله اللي انا عملتها فيها، وهوري حضراتكم بقى هنعمل ايه في الخطوه دي. معانا مدام ساميه. يا اهلا وسهلا مدام ساميه.
اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. اهلا 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 وسهلا. انت عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي. اهلا بيكي. عامله ايه ليكي؟ وحشه والله جدا. منوره القناه. يا رب سعيدك منور بطبعتكم. انت كمان حبيبه قلبي. يا رب يخليكي مدام ساميه. تسلمي لي يا حبيبتي. الله يخليكي يا حبيبتي. ايه الشطاره دي كلها؟ يا رب يخليكي. مفيش حاجه بتحطي ايدك فيها الا لما بتبقى ما شاء الله. الله يخليكي. ده من بعد ما عندكم. تسلمي لي يا رب. كلك ذوق. الله يخليك يا حبيبه قلبي. ربنا يكرمك يا رب ودايما تفوق ودايما ممتازه في كل شيء. امين يا رب حبيبتي. ربنا يسعدك ويسعد اولادك وجوزك كلكم. امين. طب قولي لنا مالكيش اي طلب؟ وانا سعيده ان انا كلمتك. وانا كمان سعيده بسماع صوتك طبعا. وتحيه لدكتور طارق كبيره جدا مني بعد اذنك. الله يخليك. تسلمي لي. تسلمي لي مدام ساميه الغاليه. كتر خيرك. الله يخليك يا حبيبتي. شكرا ليك يا حبيبتي. الله يخليك. نورتينا طبعا. بحاول اكلمك حبيبتي. تسلميني. ميرسي اني سمعت صوتك. وتحيه لحضرتك ولاسرتك والدكتور ولاسرته كمان. شكرا ليكوا جدا. بنقلب بقى تقليبه كده بس تسخن. بصوا بقى انا في المقابل هنا بعمل بصلايه كده. بحب اعمل بقى البصلايه زي بتاعه الكشك. الكشك اللي احنا بنعمله مثلا الالمازيه. او احلى حاجه ان احنا ايه نعمل شويه بصل كده ونحمرهم. طبعا البصل مش بحط كل الكميه سمنه عشان يدي قرمشه، لكن بحط شويه زيت مع معلقة سمنة تدي بس طعم للبصلاية. وطبعا لو مش حابين تحطوا إضافة يعني كل كمية الدهون دي ما تحطوهاش. معانا جيهان. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. إزيك يا شيخة عظيم؟ عاملة إيه؟ أهلا بحضرتك يا فندم. منورة يا حبيبتي. يا رب يخليكي منور بوجودكم يا رب. تسلمي. الحمد لله. ممكن أعرف عمل الحواوشي؟ الحواوشي الإسكندراني ولا بتاعتنا؟ لا الاسكندراني. الاسكندراني. حاضر من عينيا. هنزلها لحضرتك حالا. عينيا ليكي. ونورتينا وشرفتينا يا فندم باتصالك. شكرا لحضرتك. هنقلب بقى البصاره تقليبه كده. معانا مدام انصاف. اهلا وسهلا. مدام انصاف اهلا بيكي. البصله يا مصطفى لو سمحت. حضرتك فين؟ عايزين نسمع صوتك. هاخد كده شوية زيت. الله يخليك. يعني أولا سعيدة بحضرتك. وبعدين أنت بقى البصارة دي فكرتنا بيام زمان جدتنا وأمهاتنا وكده يعني. يا حبيبتي يا حبيبتي طول العمر لحضرتك. البصارة دي مغذية جدا وأنا بشكرك إن أنت عملتيها. تسلمي. ربنا يخليك. الله يخليكي يا حبيبتي. طول العمر لحضرتك. كتر خيرك يا فندم. كتر خيرك. وأنا النهاردة عايزة أنت منورة قناة النادي الأهلي. حبيبتي. وانا ان شاء الله النهارده بدعي للنادي الاهلي وكلنا بندعي له ان شاء الله يرجع بالكاس يا رب كده ويفرح الاهلاويه ويفرح مصر في حاله. امين يا رب العالمين. باذن الله يا حبيبتي. تسلمي. كتر خير حضرتك. وشكرا لمكالمتك ولكلامك الراقي ده على راسي من فوق والله يا فندم. شكرا لحضرتك جدا. هاخد معلقه سمنه. بسم الله. ناخد كده. اوكي. وهاخد بصلايه. انا هنا هو مصطفى عفرها لي بشويه دقيق. ماشي يا مصطفى. دي بقى لو انتوا عاوزينها تطلع يعني كرانشي. لو احنا مقطعين كده لقيت بصل كبير ممكن تبقى معلقه. واحنا بصوا زي ما بعمل كده دي برضو بعمل كده في الكشري معلقه واحده ابدر بيها كده. وطبعا تقدروا تعملوها من غير خالص اهي. وهبدا احط البصلايه كده. وهنا هنزل بس الكام واحده دول اهو. وايه ونبدا نحمرها بقى تحميره حلوه. عايزه اخد جزء منها في البصاره وجزء منها يبقى على الوش بتاع البصاره نجمل بيه زي البصل المقرمش بتاع الكشك وبتاع الايه الكشري كده. ونقلب بقى تقليبه حلوه كده. ناخد بقى ايه سباتولا دي ممكن. بسم الله كده بمعلقه الزيت حطيت وشويه معلقتين سمنه. وهنبدا بقى نحمر الكلام الجميل ده. هنا بقى نبدا ندوق البصاره. ناقصها حاجه؟ ناقصها ملح. عايزه سنه مثلا نعناع جاف ممكن نزود. احنا حطينا فريش بس. حضراتكم ممكن هنا بقى تزودوا ربع معلقه كده. هي بتحلى بالنعناع قوي تبقى طعمها جميل جدا. بسم الله. مش ناقصها اي حاجه. الحمد لله الحمد لله. هنقلب بقى كده ولا الملح ولا كل حاجه. الحقيقه انا بحاول اظبط الملح دايما في الاول علشان الملح ده يعني ايه بيخليها تبقى طالعه من البدايه مظبوطه عكس ما اقعد ازود عليها. هنشوف بقى الطبق ممكن نقدم هنا. احنا طبق البصاره
ممكن نقدمه هنا مفيش مشكله. بس طبعا انا مجهزه شويه بصل، بس انا برضو هحمر ده مع حضراتكم. حطوا بس شويه بصل جوه البصاره، بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا بالكم هي بتتقل بعد ما بتقعد كمان، يعني بعد ما بتقعد بتتقل شوي. بسم الله. نحط بقى شوية من البصل لو عايزين جوه الخليط، نص كده أو معلقتين يدوا طعم، وشوية على الوش. بسم الله، روعة. دافية بتتاكل حلوة، ساقعة بتتاكل حلوة، فيعني زي ما حضراتكم تحبوا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده وهاخد كده شوية من البصل المقرمش، احنا مقرمشين شوية كده حلوين كده. وطبعا عملنا كده البصارة، واتمنى يا رب يعني تنول اعجاب حضراتكم بالهنا والشفا، وتبقى الوصفه بسيطه وجميله ما تاخدش وقت مننا كتير. وطبعا هنطلع بقى بعد اذنكم الاستراحه، هنرجع بعد الاستراحه نعمل وصفتين حلوين قوي بالفول المدشوش، محببين جدا ولكن من ايام جدتنا كده. يا رب يكون في من الاجيال الجديده ناس يعجبوا بالوصفه ويقولوا لنا رايهم فيها. وفي انتظار حضراتكم بعد الاستراحه. ورجعنا مرة تانية لحضراتكم بعد الاستراحة، وطبعا هنبدأ معاكم الشوط التاني. عملنا في الأولاني البصارة بطريقة بسيطة ولطيفة لكل أصدقائنا اللي طلبوها. هنعمل دلوقتي وصفة مميزة جدا من الوصفات الجميلة، لكن في انتظار برضو اتصالات حضراتكم. وبفكركم دايما ياريت تدعوا لنادي الأهلي يا رب إن شاء الله بإذن الله للفوز لي، ودايما يكون سعيد ومتفوق ويوصل للدور ال 11 بإذن الله. طيب هنقلب كده تقليبة حلوة، صوتكم بعيد عني قوي ومش عارفة إيه السبب. بصوا كده هنقلب البصلايه، بدات بصوا تاخد اللون الذهبي حلو كده. دايما دايما اقلب فيها، طبعا بصفيها بقى في مصفى بعد ما بتطلع. انا بس حبيت اوريها لحضراتكم، هي بتدي كده يعني شكل حلو للي حابب يستخدم البصله دي جوه الخليط، او مش شرط يعملها جوانح زي ما انا عملتها في البصاره. في ناس بتحب تغمسه بيبقى البصل صغير كده ومحسوس يعني. طيب هنبدا نقول وصفه لطيفه جدا مشهوره قوي زمان برضو، وتحيه لكل اهالينا زمان. نقول لهم يعني ربنا يبارك فيكم ويديكم الصحه والعافيه. حاجات كتير جميله، ارجو ان احنا ما تندثرش مع الوقت. حاجه اسمها الفوليه او المفصصه او المدشوشه، هي وصفه بالفول المدشوش. تعالوا نشوف كده مكوناتها ايه، هي بسيطه جدا. عندي فول مدشوش مسلوق، يعني هنسلقه او هنسويه على النار، هو يكون منقوع اهم حاجه. عندي ثوم مفروم، بصله مفرومه، عندي كزبره جافه، صلصه طماطم وعصير طماطم، عندي ملح وفلفل، عندي زيت وزبده، عندي كزبره خضراء، وعندي طبعا كمون. وهنعمل لها، انا هعملها طشه عموما، طشه من الكزبره الخضراء والثوم وال يعني مع الكزبره ناشفه وهستغلها. طيب بصوا بقى، انا طبعا بما اني مش الوصفه البصله دي انا مش هستخدمها في يعني خلاص انا حطيت بصل مقرمش، انا هاخد البصله دي استخدمها في المفصصه، وكاني حمرت البصل وحبدا اضيف عليه الثوم، ودي اول مرحله في المفصصه. هي وصفه جميله جدا محببه. تعالوا كده، الله الريحه روعه. طبعا ريحه البصل مع ريحه الثوم دلوقتي رائعه. بحب احط شويه التوابل دول يعني يقوي النكهه كده في الاول. الله الكزبره الجافه، رشة من الكمون، وبعدين بنضيف بسم الله الرحمن الرحيم الصلصة. بسم الله، كده نقلب تقليبة بالراحة جدا. ممكن ندعم بمعلقة واحدة من الصلصة عشان تدي بس يعني تيست كده وقوام حلو، ودي اختياري. معلقتين صغيرين، نقلب تقليبة حلوة. هحط رشة الملح والفلفل. بسم الله، ادي رشة ملح وهنحط رشة فلفل،
وهقلب تقليبه حلوه. ومعلش انا هحط معاها شويه من الكزبره الخضراء تدي طعمه حلو. بصوا بقى الوصفه دي ليها كذا اسم، ليها برضو الفول مش المقيلي اللي احنا عملناه اللي هو التسالي، المقلي. المقلي ده بيبقى بيتعمل ساعات بالفول الاخضر كمان. الفول صوتكم بعيد، ممكن اعرف السبب؟ اوكي، معانا استاذ ادري، اهلا وسهلا استاذ ادري. استاذ عظيمه منوره الدنيا. الله يبارك فيك يا فندم، تسلم. ايوه استاذ عظيمه معاك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ ادري، اتفضل. والله العظيم طبق البصاره وطبق الفول الله يخليكي. طبق البصاره ده لازم يروح المغرب النهارده عشان ربنا يوفق النادي الاهلي باذنك. أمين يا رب. امين يا رب، تسلم لي، كتلك ذوق والله يا استاذ ادري، ربنا يخليك، يروح على عينينا الاثنين. والله بجد والله وعلى يروح على عنينا يا استاذ ادري والله، وتحيه لكل اهل المغرب اللي بيشوفونا وبيتابعونا من خلال شاشه قناه الاهلي بجد. انا هسيب ده بقى يعني تغلي غلوه شويه كده مع بعض، يعني تتسبك شويه زي ما بيقولوا. وبعدين انا هنا مهم قوي نقع الفول، اهم خطوه في الفول ده ان احنا ننقعه. طبعا بلاقي فوله كده ايه جامده برميها، بتخلص منها. يتنقع كويس ونغير الميه بتاعته مره واحده، مش مشكله، من بالليل للصبح. وبنحط معاه لو حضراتكم حابين نص معلقه صغيره من بيكربوناته عشان الناس اللي بتتعب شويه، القولون بيتعب. ومعانا حاجه ليلى، سلام عليكم. اهلا بيكي حاجه ليلى. الله وبركاته، ازيك يا شيف عظيمه؟ اهلا بحضرتك، نورتيني. ازيك صحتك عامله ايه؟ الحمد لله حبيبه قلبي، ربنا يبارك في عمرك. انت اعظم انسانه وفي اعظم مكان والله. يا رب يبارك في عمرك يا حاجه، تسلمي. الله يحفظك. يا رب نبارك لك بكره ان شاء الله. امين على يا رب. يا احنا رب اهلاويين من النخاع والله. تحيه لحضرتك، تحيه. انت في اعظم مكان وفي اعظم، عند اعظم رئيس واعظم. امين الدنيا. امين يا حبيبتي، امين يا رب العالمين. يا رب يخليك، تسلم يا حاجة. دعواتك ودعوات المصريين يا رب يوفقهم يا رب ويفرح يا رب الجميع ان شاء الله باذن الله. امين يا رب العالمين. تسلم يا حاجة ليلى، ما تحرمش منك ابدا، جزاك الله كل خير على مداخلتك. انا هعمل شويه باذنجان مخلل وطماطم مخلله، الاكله دي محتاجه حاجه تفتح النفس جنبها. معلش انا مش هقلي البتنجان، انا قلت لحضراتكم ان البتنجان لما بيتقلي بتضيع كل الفايده بتاعته، انا مش عايزاها تضيع، انا محتاجه طبق بس يا مصطفى كده بس. تسلم ايدك، خلاص. بصوا بقى هسلق شويه بتنجان حضراتكم بقى، انا يعني نفسي نبطل فكره نقلي البتنجان. هسلقه، حطيت في الميه عصير ليمونه عشان احافظ على بياض القلب بتاع البتنجان، وفي نفس الوقت يبقى مديله لون حلو. طيب الفكره بقى ان انا احافظ كمان على اللون. بصوا اعمل كده طبق كده، بس الطبق ده مش هينفع يا مصطفى، عايزه طبق مدور، عايزه طبق مدور. ممكن احط بوله بس انا ايه مش عايزاها تبقى، ممكن تبقى كده اهو، بس هات لي طبق مدور مسطح احسن. لا لا تخيش. ان شاء الله. لا عايزين طبق بس كده ننزل الايه حاجه من على وش البتنجان نغطسه شويه، طبق مدور او صغنن حاجة كده، ممكن اللي هو ده أي حاجة. ننزله كده نغطسه عشان كل البتنجانات تغطس في المية فتاخد كلها نفس التسوية. هنسيبه كده 10 دقايق 12 دقيقة، وبعدين هجهز مع حضراتكم تتبيلة سريعة حلوة جدا. اضربوها في الخلاط، تضربوها في الكبة زي ما تحبوا. هنتبل بينها شوية طماطم مخللة وتسلم إيدك يا مصطفى، بسم الله. وشوية من الإيه، بسم الله، اهو ده ينفع. ايوه كده هو ده الكلام. بصوا بقى لازم ينزل كده تغطس تماما عشان تلاقوا القلب بتاعه ابيض وياخد التسويه مظبوطه. وطبعا انا بحافظ على الجزء اللي فوق ده علشان يحفظ البتنجانيه ماسكه نفسها وما تتهريش مني، ده مهم برده. طيب تعالوا بقى دلوقتي نبص هنا، بدا الايه الصوص يصلصل شويه. تعالوا كده نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم، ننزل بشويه من الفول المدشوش. طبعا الوصفه دي ممكن تتعمل بالفول الاخضر بس فصصوه، يعني الفول الاخضر لو حضراتكم هتستخدموه يبقى احنا هنستخدم الفول الاخضر، لكن هنشيل القشره الخارجيه عشان تبقى حلوه معايا. مش عايزه اكتر الفول لان هو يمتص شويه من السوائل دي عشان يستوي، فانا مش عايزاه يجفف السوائل بتاعتي، عايزاه يبقى برده فيه شويه صلصه كده. بسم الله كده نسويه بقى شويه في شويه الصوص دول كده، وايه وبعدين هجهز له بقى شويه طشه، نحط عليه شويه تقليه كده، شويه ثوم، شويه ايه كزبره
ناشفه وشويه كزبره خضراء وننزل له طشه كده تديله طعم. هنقفل بقى هنا بسم الله، وتعالوا بقى نجهز الايه التتبيله. احنا عندنا هنا، خليني اخد من هنا اهو من الكزبره الخضراء. بصوا بقى، احط في الخلاط، انا والله ممكن احطهم كده في البتنجانات لان هم صغننين، هم الولاد مقطعينه صغير. تعالوا بصوا بقى هعمل ايه في الطماطم. هاخد كده الطماطم، تعالوا ننزل مقاديرها الاول. عندي للطماطم المخلله طبعا شويه ثوم، عندي كمون، عندي خل، عندي عصير ليمون، عندي فلفل ممكن يكون رومي لو حضراتكم مش حابين الحار، عندي فلفل حار لو حابين تحطوا قرن فلفل حار ماشي، ممكن مكانها معلقه هريسه. هو كمان حاطط لي هنا معلقه هريسه، معلش انا هحطها معاهم تدي طعم للبتنجان. وعندي الثوم هنا اهو حبه حلوين عشان احنا عاملين طماطم وبتنجان. عايزين تحطوا نعناع كمان اخضر مفيش مشكله. هنا الطماطميه التقليديه بنفتحها كده، نشيل بس الجزء اللي هنا، بنفتحها اربع تربع. ده الطماطميه بتاعت زمان اللي كانوا اهالينا وامهاتنا بتعملها دايما. انا لما بلاقيها طويله كده الحقيقه بحب اعملها كده، يعني اعملها شرايح كده. بصوا ازاي كده بسم الله، واحشي بين الايه اللي دي بتبقى شكلها حلو، بتتقطع كده بالشوكه والسكينه، كل واحد ياخد اللي هو عايزه، لكن يعني برضو كنوع من انواع الايه التغيير. لكن انا طبعا هعملها لكم بالطريقه بتاعتنا، احنا عاملين كل الحاجات قديمه النهارده على شرف اهالينا وجداتنا وعلى شرف حضراتكم اللي طلبتوه. هنعمل كده، ما بفصلهاش للاخر، لازم تبقى طماطم جامده شويه اهو. وبشيل بس الجزء اللي فوق ده، لازم مهم قوي نشيله ونتخلص منه عشان ما يبقاش برده في الثمره كويس يعني. خلاص كده تمام. هاخد بقى البوله دي هبدا اجهز فيها التتبيله. عندي ثوم وهعمل بقى كميه حلوه علشان انا عندي بتنجان وعندي طماطم. يلا نقول التتبيله مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي كده حوالي راس ثوم مثلا، عندي بقى فلفل رومي احمر، عندي فلفل اخضر، عندي شويه كزبره خضراء، هزود معلش الخضره شويه لانها بتبقى الحقيقه بتدي طعم جميل جدا، عندي شويه كمون حلوين، وهحط معلش انا مش هضيف الجزر دلوقتي الا للطماطم عشان انا مش هحطه على البتنجان، هحط كده نص معلقه من الهريسه او ممكن مكانها الفلفل الحار. هجيب الملح، هجيب عصير الليمون، بسم الله الرحمن الرحيم كده، ادي الملح، وهاخد الخل، وطبعا هنحط زيت زيتون برده او زيت نباتي زي ما انتوا عايزين، شويه خل، شويه من عصير الليمون، خلينا نقلب كده تقليبه حلوه الخلطه القمر دي، بسم الله الرحمن الرحيم. شويه بقى زيت حلوين زيتون كده بسم الله اهو. وما تنسوش انا هاخد هنا كبشه من ميه سلق الباذنجان هحطها على الخلطه دي، اولا هي ماده حافظه في نفس الوقت عشان يصلصل في المكونات بتاعته. ادي الصلصه اللي احنا او الصوص اللي هنعمله في تتبيله الطماطم المخلله عشان تعجب حضراتكم. بصوا بقى في تاتش بسيط لو عايزين تضيفوه، يا اما ورقتين نعناع خضر، يا اما بصوا طرف المعلقه كده شويه نعناع، وذوقوا الطعم بقى وادعوا لي، حاجه بسيطه قوي لا تذكر. اهو كده احنا اسسنا التتبيله، وتعالوا بينا هوري حضراتكم تشوفوا البتنجان بقى شكله ازاي، ونبص على المفصصه هنا بسم الله. خلينا نقلب تقليبه حلوه اهو، الفول هنا بيبدا يستوي، نقلب تقليبه حلوه يستوي بس ويبقى معانا مظبوط وطري، وبعدين نبدا نعمله الطشه. هنا بقى البتنجان، خليني اجيب كده ايه الجلافز ده بسم الله الرحمن الرحيم، وهوري حضراتكم كده اهو. لا
بصوا كده، بسم الله، لسه شوية بس هوريكم برضو. بصوا لازم كلها، بصي دي عشان غطست خالص لسه، قدامه شوية صغيرين كمان هغطسه، وعقبال بقى ما نطلع لاستراحة بسيطة هنرجع إن شاء الله يكون استوى معانا، وهنحشي مع بعض الطماطم المخللة وتكون المفصصة خلصت، ونعمل آخر وصفة بسيطة معانا، هي وصفة سريعة وجميلة برضو، الكشك الفول. ناس كتير قوي بتحبه غير الكشك بالجمبري الإسكندراني طبعا، تحية لكل أهل إسكندرية، إن شاء الله نعمله مع بعض قريب بإذن الله. اسمحوا لنا في استراحة ونرجع للإكسترا تايم في انتظار حضراتكم. ورجعنا مره ثانيه بعد الاستراحه. بصوا بقى شكل الفول، لازم يبقى فيه صوص كده شويه، هبدا اشتغل هنا في الطشه اجهزها له اول ما يدخل في التسويه عشان يبقى فيه صوص، يعني ما يبقاش الفول بياخد تسويته بيمتص كل الصلصه او السوائل فتلاقوه جاف. وطبعا لو الفول الاخضر زي ما اتفقنا هيبقى رائع، وهو ده الفول المقلي او المفصصه او الفوليه. طيب انا بجهز هنا طشه، سايبه البتنجان، حشينا الطماطم في الفاصل عشان احنا عملنا مع بعض الخلطه الحلوه دي، زودت بس شويه جزر، خدت من الخلطه اللي احنا عملناها وخدت شويه جزره مبشوره واحده، جربوها كده وكلوا الطماطم المخلله دي وادعوا لي وقولوا لي راي حضراتكم ايه برشه النعناع اللي حطيناها في الاخر. دلوقتي هعمل هنا وصفه بتاعه الكشك الفول، هي برده بسيطه جدا قريبه من اللي احنا عاملينه ده، لكن بيضربوه في الخلاط وبيعملوا له زي ما عملنا في البصار، ابقى عملت كل الحاجات اللي حضراتكم طلبتوها. طيب وصفة الكشك الفول، عندي كوبايتين فول مدشوش مثلا او كوباية على حسب الرغبة، عندي معلقتين كبار من الدقيق، ثوم مفروم، بصلة مفرومة، مكعب مرق، كمون وشطة حسب الرغبة، كزبرة جافة، ربع كوباية مية، ملح وفلفل وبصل مقرمش. طيب انا هبدأ هنا عشان اكسب وقت واحط الفول هنا يبدأ نشتغل عليه. بسم الله هحط كده شوية زيت، هقلي فيهم البصلة، بسم الله هنا اهو، نقلي البصلة الحلوة دي، وخليني هحط معاها هطعم برضو معلقة، نص معلقة سمنة كده، فصين ثوم صغيرين او فص ثوم واحد، وهجهز هنا للطشة بتاعة المفصصة او الفول المقلي اهو، هنقلب بقى هنا البصلاية الحلوة دي، رشة ملح كده ورشه من الفلفل بسيطه صغننه عشان تدي طعم للبصلايه، وبعدين هحط مكعب المرق، رشه من الكمون، عايزين نخلي البهارات دي تتعلي تعلى جدا طعمها كتايز تحل، اول ما بتتشوح بتبقى رائعه في الوصفه تديها كده طعم تاني خالص. نشوح مع بعض كده تشويحه حلوه، وهننزل بيه عصير الطماطم، ايوه او الصلصه او عصير الطماطم، ايوه تسلم ايدك يا مصطفى، شكرا جزيلا. بسم الله اهو، ونقلب كده تقليبه حلوه، وبعدين هنزل الفول هيستوي فيها برضو منقوع من قبل بيوم اهو، اخد كده وصفه حبه صغيرين عشان ايه يبقى مظبوط، ونقلب تقليبه حلوه، هنسيبه بقى كده شويه حلوين ياخد السوا بتاعه لحد ما نيجي لمرحله معينه هقول لحضراتكم هنعمل فيها ايه. ونبص بص على الطشه بتاعتنا، هاخد كده شويه من ايه بسم الله الثوم، معاهم الكزبرة، معاهم شوية كزبرة خضرة هتتطاير دلوقتي عايزة ألحقها كده، الثوم بس يبقى لونه ذهبي مش عايزاه يتحمر ولا يبقى حاجة وحشة كده، شايفين ازاي. ومعانا دينا، اهلا يا دينا، اهلا وسهلا. كيفك عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بيكي.
الشياكة والإطلالة الجميلة كل يوم بنتفائل بحضرتك والله. يا رب يسعد قلبك دايما يا روح قلبي والله، ربنا يخليك حبيبتي كلك ذوق. بسم الله. وألف شكر لحضرتك على مفاجأة امبارح بتاعت التطبيقات، بجد أسعدتينا. ربنا يخليها لك يا حبيبتي، ودايما يعني تفرحي بيها وتشوفيها أحسن بنوتة في الدنيا. أنت حضرتك مصدر فرحتنا والأهلي هو مصدر فرحتنا، ويا رب النهارده نكسب البطولة ال 11 إن شاء الله. آمين يا رب. دعواتك بقى يا دندون، دعواتك للنادي الأهلي، كلنا بندعي والله. إن شاء الله أكيد. ان شاء الله نتصل بحضرتك بكره بقى، يبقى البرنامج كله تهاني وفرحه ان شاء الله. يا رب حبيبتي، ربنا يسمع منك باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا حبيبه قلبي، تسلميني يا دندون. بصوا بقى وصفه كده ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله طعم بقى مش قادره اقول لحضراتكم حكايه. ما تيجي يا مصطفى تطلع لنا الباذنجان ده، بصوا الجمال، الله الله، شايفين الجمال؟ تعالوا بس ايه اروق الايه، امسح حواليها. عايزين نصفي الباذنجان بعد اذنك بالراحه كده، مش عايزين يعني بالسبايدر، بلاش بالملقاط الشبك عشان ما يترش مننا. تسلم ايدك يا مصطفى. بصوا بقى نحط الوصفه القمر دي، بسم الله الرحمن الرحيم، نحطها في العرض هنا جنب الطماطم المخللة، وبعدين نبدأ نشوف هنعمل ايه. انا هدوب هنا بس في بولة صغيرة معلقتين دقيق صغيرين عشان اجهزهم لما اعمل كشك الفول، هما اللي بيربطوا الفول معايا كده، معلقتين صغيرين، مش عايزة يعني يبقى قوامه شوية زي قوام البصارة تقيل شوية يعني. هحط له شوية مية طبعا، وطبعا لازم احط للدقيق ده مية ساقعة. خليني املى من هنا، سيبك براحتك. بسم الله، وهنقلب بقى تقليبه حلوه كده، ندوب الايه الخليط ده كويس قوي عشان ابقى مجهزاه للكشك. ده ماده الربط، انا هضربه في الخلاط، عايزه انعمه زي كشك الالمازيه، لكن في ناس بتحب الحقيقه تحطه زي ما هو في قوام الفول المدشوش، براحه حضراتكم، دي حاجه ترجع لكم يعني كده. تسلم ايدك يا مصطفى. هبدا بقى اخد البتنجان كمان كده، ندوب تدويبه حلوه. قولوا لي معانا مين؟ وطبعا لو حضراتكم حسيتوا في كلكعه وانتوا بتصبوه صفوها، حطوا مصفى وصفوها واعملوها تبقى امن يعني، عشان تبقوا ضامنين انها ايه مش متكتله ولا حاجه. طيب احنا كده خلاص خلصنا دي، اسمحوا لي ايه هرجعها هنا، وهاخد البتنجان هنا. الخلطه بتاعت البتنجان فين يا حبايبي؟ خلطه البتنجان اهي، خلاص تمام لقيتها، تسلم ايديكم. هاخد بصوا كبشه، اللوش اللوش. طيب هاخد كده كبشه من ميه البتنجان، بصوا الميه اللي كان فيها عصير ليمون وده اتسلق فيها البتنجان، كبستين كده صغننين عشان لما احشي البتنجان اهو. وتعالوا بقى نبدا نحشي البتنجان ده مع بعض في الطبق الحلو ده. خلي بقى دول هنا ونشيل ده كده، وتعالوا نحشي عقبال ما كشك الفول الفول اهو. نبص بصه يغلي غلو، انا هاخده اضربه دلوقتي حالا في الخلاط، ونبدا نعمل له الايه الدقيق بتاعه المعلقتين دول، ونعمل له بصل مقرمش برده زي ما احنا متعودين. بسم الله كده، يلا بينا. بسم الله يلا بينا. ناخد بقى كده، بصوا الباذنجان هفتحها لحضراتكم شوفوها من جوه. معانا ام جوزيف، يا صباح الورد، شايفين البتنجانه من جوه عامله ازاي؟ صباح العسل يا صباح الفل الزي. صباح الفل عليك يا حبيبتي، عامله ايه يا قلب؟ ربنا يخليك وتسلم الايادي يا عمر. تسلمي تسلمي يا رب. تسلمي حبيبتي وتعيشي، ربنا يخليكي حبيبه قلبي.
ربنا يديك الصحه يا رب. بصي يا شوفي عظيمه اموري، لو عايز اعمل البرنجان بس مش عايزه الامر لله وحده، بس عايزاه اعمله اللي هو ني في ني. ني في ني؟ عايزه تعمليه زي المكدوس يعني؟ اه حاضر من عيني، بس هو يحتاج مرحله بقى هقول لك عليها. تسلم. تسلمي يا حبيبتي، تسلمي لي. طيب يا قلبي ماشي. هقول لك عليه. عينيا يا ام جوزيف. الني في ني ده بيبقى رائع، هنعمله اسمه كبيس البتنجان، ده بيبقى روعه. خلينا نعمله لحضراتكم، بس بياخد وقت شويه معانا، يعني من المخللات اللي بتقعد وقت طويل. والمكدوس حضراتكم عارفين برضو لازم نديله سلقه، بس هي عايزاه ني في ني، يعني البتنجانه تبقى ني. بصوا شايفين البتنجانه قلبها ابيض ازاي؟ في ميعادنا بالظبط على فكره. بيقولوا لي ساعتك كام؟ اقول لهم ايه طيب؟ بسم الله. بصوا هو سخن طبعا، المفروض يبرد شويه، بس انا يعني لازم اتعامل مع الموقف طبعا. ده حضراتكم لو في علبه، بعد ما تخلصوا الحشو هتصبوا باقي التتبيله دي على العلبه من فوق البتنجان، وتجيبوا كيس من اكياس الثلاجه وتغطوه من فوق عشان يحتفظ ومفيش ريحه ليه تطلع ولا حاجه. بصوا البتنجان من جوه روعه، وصفه تجنن. الفلفل برضو الرومي الاحمر مع شويه الحاجات الحلوه، نص معلقه صغيره من الهريسه، حاجات. بصوا البتنجانه قلبها ابيض ازاي، ده اهم حاجه في سلق البتنجانه. بتعملوه للمكدوس، بتعملوه للبتنجان بتاعنا، وطبعا صحي اكتر، يقعد معانا فتره اطول طول ما احنا محتفظين بدي. الجزء ده هو اللي ماسك البتنجانه وحافظ السوائل جواها وحافظها. لو حضراتكم بتحب عايزين تشيلوه وقت التقديم فقط عند السفره، لما هتكونوا هتقدموا كام واحده على حسب الاعداد، حضراتكم تروحوا قاطعينها بالسكينه بس، غير كده هتسيبوا الباقي زي ما هو عشان يقعد معاكم وقت كويس. دلوقتي بقى هروح لكشك الفول اضربه في الخلاط، وطبعا زي ما انتم شايفين كده الخلطه دي مش هتترمي، الخلطه دي هيتحط فيها البتنجان علشان يحفظوا في علبه وفي الثلاجه، وصحه وهنا على قلب حضراتكم. هنروح بقى نستعد لكشك الفول، هنضربه كده ضربه سريعه بفضل الله. بسم الله. ناخد كده ونرفع. وخليني بقى، انا هحتاج لوش بقى طبعا ضروري لازما ولا بد يا مصطفى. اه ان شاء الله. صوتكم بعيد قوي، مش عارفه ايه السبب كده. ايه مفيش اي تحديث. كده ايه اجاملكم يعني؟ اقول لكم كده حلو؟ لا. بصوا بقى، هقلب تقليبه، هاخد كده، معلش انا هشيل الخلاط في ايدي املكه اكتر عشان ايه ما زروتش الدنيا، وهعمل كده. الكشك بقى اللي بالجمبري برضو بيبقى فيه صوص احمر كده، بيبقى جميل. كل اكل حاجات اسكندريه والاسكندرانيه حلو بصراحه. كل اهل بورسعيد تحيه ليهم، معانا مصور منهم اهو، بنعتز بنفسه جدا، و يعني بنشكرهم جميعا. اكلت احلى عزومات من بورسعيد، من اصدقاء ليا يعني، كنا في المجال، بس طبعا تسلم ايديهم. وطبعا اسكندريه دي عشقي بقى بكل اهلها اللي فيها، ببعت لهم تحيه كبيره كل اهل اسكندريه، كل متابعينا. تسلم ايدك يا مصطفى من لقناه الاهلي من اسكندريه، وتحيه ليكي يا فراوله لو انت بتتفرجي وشايفانا دلوقتي حالا يا نور عيني. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملنا كشك اسكندراني يا استاذ سمير، صحيح حضرتك اعجبت بيه صح؟ بسم الله. بس خلاص، عايزه برضو يبقى فيه جرشه كده عشان نحس بطعم الفول. وهرجع على نفس الحله. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو كده هقلب تقليبه بسيطه. شغل بس هنا النار. ايوه بسم الله، نقلب كده. هو بصوا تقيل لوحده، يعني انا بفكر اصلا ما احطلوش الدقيق. بصوا قوامه مش محتاج، وهيتقل بعد ما يقعد. انا مش هحط معلقتين الدقيق،
يعني حضراتكم بقى عايزين تحطهم دي حاجه ترجع لكم لو حسب القوام، بس هو احنا مش محتاجينه. طيب هنقدمه في ايه؟ تعالوا نشوف كده الطبق القمر ده مقدم فيه بسم الله الايه؟ الكشك بتاعنا، كشك الفول. الله 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 بسم الله. هننضف بقى حواليه كده وتعالوا حوالين الطبق كده. شايفين قوامه حلو ازاي؟ لا لازم تشوفوا قوامه بجد، هو مش محتاج الدقيق خالص. هناخد بقى البصل المقرمش ونعمل انتوا وقعتوا مني فين؟ ماشي كده تمام يلا بينا. حاضر يا حبايب قلبي، والله الوصفات دي ما لا يعلى عليها بجد، اكلات كده عارفين ايه تفتح النفس صح؟ حط شويه بقى ايه كزبره هنا نكسر اللون ده. حلو الكلام؟ كلام جميل زي بوجي؟ طيب ماشي يلا حبايبي بسم الله. الكشك ده تبعي لاني بحب الكشك جدا. طيب صحة وهنا على قلب حضراتكم، يا رب اكون النهارده قدرت يعني اوفي اللي انا وعدت بيه، والوصفات اللي حضراتكم طلبتوها ما تقولوليش ابدا هي وصفات قديمه احنا عاوزين كذا، حضراتكم تقولوا اللي انتوا عاوزينه على طول ان شاء الله نحققه ونعمله على طول عملي في البرنامج من خلال شاشه قناه الاهلي. واتمنى يا رب دايما الوصفات تنول اعجاب حضراتكم وتكون يعني حاجه من ضمن شطاره وجمال الزمن الجميل جدتنا وامهاتنا، وربنا يدي حضراتكم الصحه والعافيه دايما يا رب. وطبعا دعواتكم معانا لنادي الاهلي ان شاء الله يا رب يفرحهم جميعا ويفرح اللاعبين ويفرحنا كلنا باذن الله. دلوقتي احنا عملنا النهارده عملنا اول وصفه المفصصه او الفوليه او الفول المقلي بطريقه بسيطه وجميله، عملنا له طشه حلوه كده تاكلوه بالهنا والشفا. عملنا البصاره بالطريقه بتاعتنا المصريه القديمه الحلوه، عملنا الطماطم المخلله بس ضفنا لها كده اضافه بسيطه تديها طعم حلو، حضراتكم جربوها ان شاء الله تعجبكم. والبتنجان المخلل وازاي سلقناه بالطريقه اللي بنسلقه بيها. عملنا الكشك الفول بطريقه اتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم وتكون يعني على قدر الثقه اللي حضراتكم بتدوها لي. شكرا جزيلا لطبعا متابعه حضراتكم لكلامكم الجميل ولمحبتكم، ربنا يديمها عليا نعمه واشكر رب العالمين عليها هذا من فضل ربي. دلوقتي بقى احنا الماتش بتاعنا خلاص خلص، واسمحوا لنا هنروح نقابل بقى دكتور دينا ابو سعود المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرال. هتقول لنا النهارده موضوع مهم عن المناعه وازاي نقوي مناعتنا وازاي نشوف ازاي المشاكل اللي بتقابلنا في حياتنا. وطبعا في انتظار اتصالات حضراتكم، اذا حابين تتواصلوا معانا ليكم اي سؤال هتشرفنا جدا مداخلات حضراتكم من خلال هذه الفقره. اسمحوا لي اطلع بقى لاستراحه استقبل ضيفتي اللي هتشرفني وتنورني دكتور دينا ابو سعود، في انتظار حضراتكم.